والقصة والحكاية والمتعة مع الأهلي مش بس في بطولاته ومش بس في ألقابه. الألقاب والبطولات ده شيء عادي جدا بالنسبة لجماهير نادي الأهلي، وصعب قوي الأهلي يخرج في موسم بدون لقب أو بطولة. لكن الأدرينالين، النشوة، الفرحة، حالة الحماس لما تبقى قاعد على الكرسي في بيتك وسط أصحابك أو أهلك وناسك وتقوم تنط مرة واحدة كده احتفالا بهدف أو احتفالا بلقب أو احتفال ببطولة، هي دي اللحظات اللي أنا بكلم حضراتكم عليها، ومنها كتير جدا عشناها يمكن في السنوات الأخيرة. أقربها وآخرها أعتقد أنه لقطة الموسم هي لقطة محمد عبد المنعم وتسجيله لهدف النادي الأهلي، هدف التعادل في المغرب. واللقطة دي هي اللي يمكن تكون لقطة الموسم واللقطة واللحظة التي لن تنسى. عشناها قبل كده مع أفشة في القضية ممكن، وعشناها قبل كده مع سيد عبد الحفيظ في تونس في مواجهة الترجي في قبل نهاية أفريقيا، وعشناها مع تريكا في الصفاقسي، وعشناها مع وليد سليمان في الترجي برضو في تونس. يعني في لحظات كتير جدا 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 لن تنسى. الأهلي تاريخ، والموسم اللي جاي بإذن الله لقطات واللحظات التي لن تنسى كتيرة ومهمة، وأهمها في وجهة نظر يعني طبعا بطولة كأس العالم. أنا عارف أنها على جنب بالنسبة لجماهير النادي الأهلي من حيث الأهمية، يمكن تيجي في المرتبة الأولى، لكن أنا هحط عيني أكتر وهركز أكتر على السوبر ليج أو الدوري الأفريقي اللي أعاد تسميته الاتحاد الأفريقي مرة تانية، واللي بالمناسبة خليني أبدأ حلقتي بده أنه تم تحديد مواعيد بطولة الدوري الأفريقي وهتكون في بداية الموسم، بداية مبكرة. هتبتدي إن شاء الله البطولة يوم 20 أكتوبر وتنتهي في 11 نوفمبر، بنتكلم على فترة 3 أسابيع. واحدة طبعا بطولة جديدة بتقام لأول مرة، واحدة من أهم البطولات على مستوى الجوائز، وخصوصا أنه بيشارك فيها الثمانية الكبار على مستوى أفريقي. ده يلقي بظلاله يعني بالتأكيد ينعكس بشكل كبير جدا على أهمية الميركاتو. عندك بطولتين قبل موسم الانتقالات الشتوية، قبل يناير عندك بطولة الدوري الأفريقي أو السوبر ليج، وعندك بطولة كأس العالم للأندية اللي هتتلعب في السعودية، وعندك مباراة تعتبر ببطولة وهي لقب ومهمة جدا، لقب قاري طبعا، وهي مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر أفريقي. فالثلاث أحداث المهمة دول هيكونوا في النص الأول من الموسم. يبقى بنتكلم على ميركاتو، يبقى بنتكلم على فترة إعداد. وأنا عارف إنه ناس بتسأل الأهلي، يعني اعتقد طبعا التوجه السنه دي بشكل كبير جدا انه يكون في معسكر خارجي. نرجع بقى لايام زمان وسفريات الاهلي في اوروبا ومواجهه انديه اوروبيه. على فكره القصه دي مهمه جدا يا جماعه، مهمه جدا جدا للكوره في مصر بشكل عام وللاهلي بشكل خاص. طبعا الاهلي مشاركته في بطولات كبيره ومواجهته لانديه كبيره على مستوى القارات، واللي اتكررت بشكل كبير، الاهلي 10 مشاركات في كاس عالم تقريبا، فبتتكلم على رصيد كبير جدا من المواجهات الدوليه. والجيل ده يمكن تحديدا واجه انديه من كل انحاء العالم، يعني واجه من اوروبا الريال والبايرن، واجه من امريكا اللاتينيه فلامينجو وبالميراس في مناسبتين، واجه من اسيا الهلال والدحيل، واجه من امريكا الشماليه مونتريم المكسيك وسياتل ساوندرز من الولايات المتحده الامريكيه، واجه اوكلاند اعتقد مرتين ان لم يكن ثلاثه يعني. فمشاركاته مع المستويات دي ومع المدارس المختلفة بالتأكيد مهمة جدا، مهمة وانت رايح على بطولة عالم هتواجه فيها الكبار، وخصوصا طبعا السيتي، وأيضا اتحاد جدة ما تقدرش تبعده رغم إخفاقه في البطولة العربية وخروجه على إيد الهلال، وده أمر بالنسبة لي ما كانش متوقع. لكن في النهاية انت رايح تقابل مدارس كروية مهمة جدا، فبالتالي الاحتكاكات الخارجية هيكون ليها تأثير كبير جدا. وطبعا بالتأكيد الميركاتو اللي لازم تحط في حساباتك أهميته قبل بطولتين أو ثلاث بطولات أو ثلاث ألقاب من النوع ده، وده اللي هنتكلم فيه النهارده مع ضيفنا ونجمنا الكبير كابتن رمضان السيد اللي هشرفنا فيه السادسه.